حرب المتفجرات والعبوات الناسفة سلاح صعدت ميليشيات الحوثي من استخدامه في الآونة الأخيرة بحق المدنيين في الحديدة. نزعنا هذه الكمية من الألغام والذي كانت تعيق الكثير من المواطنين، وقد أخذت كثير من أرواح المواطنين، وفي من هم من أعاقته وفي من هم من أخذته كاملا. صارت سيارات وحافلات وحراثات المواطنين هدفا لميليشيات تتسلل عناصرها الإرهابية ليلا إلى الطرقات الفرعية والرئيسية، يزرعون موتا امتد رعبه إلى شواطئ الصيادين. نحن مهددين من الألغام البحرية والبرية وكلها منها مهددين، لا نقدر نستطيع لا نروح لبحر ولا أدنى، خايفين نمشي حتى البر. تقول إحصائيات بأن من قتلتهم متفجرات وألغام الحوثيين منذ انطلاق ملف الحديدة وحتى اليوم يفوق 300 مواطن، منهم 58 شهيدا بينهم أطفال ونساء، والبقية يئنون جرحى بترت أطرافهم. مخلفات الحوثي زرعت لنا الغام في المزارع، وراحت ضحيتها أولادنا، وراحت ضحيتها ابن عمي وأربع أنفار معانا. أما الخسائر المادية فدمرت 9 باصات وإحدى عشر سيارة وخمس دينات وثلاث حراثات زراعية وتسع دراجات نارية وثلاث عربات تجرها الحمير. موت أسود تتصاعد مأساته، تتسع دوائره الجهنمية بفعل جرائم ميليشيات باتت تطور من وسائل القتل اليومي للمدنيين، ولو متفجرات بهيئة جذوع نخل تساقط موتا ورعبا. يحدث ذلك تحت سقف هدنة أممية تتلاشى دعواتها للسلام كدخان جرائم متفجرات لا تزال صورها شاهد إدانة على تواطؤ مسؤولين أمميين مع الميليشيات، لينتظر أبناء تهامة عدالة ناجزة، إما بجيش يحرر محافظتهم أو بانتظار عدالة السماء. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة.